بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخوانه. جئنا اليوم ممثلين عن طلبة المغرب، نحن في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لنندد مع كافة الهيئات السياسية والشبابية المغربية بأحكام الإعدام الجائرة في حق إخواننا في مصر، ابتداء من الرئيس الشرعي للدولة المصرية الشقيقة الدكتور محمد مرسي وكافة المحكوم عليهم بالإعدام، وكذلك لنندد بالإعدامات التي طالت 7 من خيرة شباب الأمة هناك بمصر. فنوصل صوتنا أولا للممسكين بالقرار في الدولة المغربية بأن يوقفوا التعامل مع كافة المسؤولين في النظام الانقلابي المصري، ابتداء بالسفاح عبد الفتاح السيسي. كذلك رسالتنا إلى الأنظمة الإسلامية بقطع التطبيع مع النظام المصري ككل. كذلك رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية الدولية بأن يدافعوا عن هذه القضية الإنسانية، بأن يدافعوا عن إيقاف نزيف الدم داخل الدولة المصرية. وكذلك رسالتنا الأخيرة إلى المجتمع الدولي والممسكين بزمام الأمور والقرارات الدولية بأن يحاكم السفاح المصري ويعيد محاكمة المجرم مبارك ويعيد الأمور إلى نصابها في دولة مصر، والسلام عليكم.